اولا الفنيه بانا ما يمكنليش ندير فيها شي تعليق لانه ولا تهمني، ولكن اليوم المحكمه استمرت، ما نقولوش انطلقت، لان انطلقت في الجلسه الماضيه وهي مستمره في جو عادي. يعني زملائنا المحامين اللي كاينوا على المتهمين بداو كيناقشوا هل الاجراءات ديال الاعتقال وديال بحث الشرطه وديال انتقال المكالمات كان مطابق للقانون ام غير مطابق للقانون، وكيعتبروهما ان غير مطابق للقانون. فالمرحله الاولى او العدد الاول ديال الزملاء انتهى الصباح، مقرر انه تعطى الكلمه لباقي المتهمين، باقي الزملاء اللي كينوبوا على باقي المتهمين، وطبيعه الحال غادي ناخذ الكلمه حنا كطرف مدني فيما يتعلق بنا كطرف مدنيه، وفيما يتعلق بالحق العام بطبيعه الحال النيابه العامه غادي تكلف بالجواب اذا تعدى.